ازيكم عاملين ايه؟ بقالي فترة ما نزلتش فلوجز وما صورتش وبتاع، لانكم انتوا عارفين ان انا لسه لحد دلوقتي في امتحانات، ومش كلكم عارفين، يعني معظمكم عارفين ان انا لحد دلوقتي في امتحانات. ده طبعا عكس الشباب اللي في مصر وعكسكم، ان انتوا ليه خلاص خلصتوا امتحانات، واللي فيه منكم اللي بيصيف دلوقتي واللي بيتفسح واللي فاصل بيحاول يتعلم حاجة في الاجازة. لكن انا غصب عني مضغوط في الامتحانات ولحد دلوقتي ما خلصتش، وبحاول افصل شويه الايام ديت. ف النهارده بقى ايه، قررت ان انا ما اعملش اي حاجه في حياتي غير ان انا الف واتفسح واخدكم معايا في الفسحه ديت. قبل ما اعمل اي حاجه لازم دلوقتي اروح املى بطني شويه لان انا ما اتغديتش. هروح اكل حاجه كويسه، يعني هروح اكل في المكان اللي انا اصلا بشتغل فيه. هروح اكل في بيتزا هات، لان هم اصلا عشان انا شغال عندهم هناك فبيعملوا لي خصم 50%. فهروح اكل وكده نشوف اكلمكم في ايه النهارده. استني البيتزا بتاعتي تطلع. المكان هنا شويه يعني فول اوتوميتد، بالبتاع ديت بيزمر، اول ما يزمر يبقى انا اروح اخد الطلب بتاعي. المكان هنا لذيذ جدا، يعني لو جيتوا تزوروا لوبك او حبيتوا يعني تزوروني في يوم من الايام هبقى اخدكم اعزمكم هنا. اي حد عايز يجي انا ممكن اعزمه هنا، لان انا ليا خصم زي ما قلت. اصلا اول ما جيت بيقولوا لي يلا اقلع والبس لبس الشغل يعني وخش اشتغل. قلت لهم لا انا جاي اصور بس واكل زي اي زبون. البتاع رنت اهي، فانا هروح اجيب الاكل دلوقتي. وصلت البيتزا، تعالوا اتفضلوا معايا. هخلص اكل واجي لكم، ماشي؟ بسرعه، انا هخلص بسرعه يعني ما تقلقوش. لسه مخلص اكل اهوت، ما سابونيش طبعا من غير اكمل معاهم اليوم، قفلوا المحل قدامي ورايا اهوت، ما عرفتش اكمل كلام معاكم. المهم انا كنت عايز اكلمكم في تجربتي انا مع الثانويه العامه. اول انا مخلص ثانويه عامه من زمان شويه، من 7 سنين، سنه 2011، وكنت طالب الى حد ما مجتهد، تقدر نقول كده كنت جايب 90%. وكان القسم اللي انا كنت فيه كان علم علوم، فلكم تتخيلوا بقى 90% في علم علوم ما بتدخلش اي حاجه. فكان الموضوع عندي في البيت محبط واهلي كانوا متضايقين. وقدمت في الكليات على قد ما اقدر، قدمت في كل الكليات، كليات علوم طبعا لان درجاتي يا دوب كليه علوم، بس ما اتقبلتش في ولا كليه علوم. فسبت كل الكليات وقدمت في معهد فني صحي. معهد فني صحي يمكن مش مشهور قد كده لناس كتير، بس هو معهد سنتين بيخرج شخص بيكون اسمه المسمى الوظيفي بتاعه فني في المجال الطبي، يعني مثلا بيشتغل فني أشعة، فني معامل، فني تركيبات أسنان، بيعمل أسنان، بيساعد دكاترة الأسنان. المهم أنا القسم بتاعي كان فني معمل. درست فيه أول سنة كنت فاشل جدا، ما كنتش بحضر، كنت يعني الدنيا كانت مظلمة معايا. تاني سنة في الترم التاني، ودي بقى ميزة المعهد فني صحي، إن أنا دخلت لقيتهم أصلا محتاجين ناس يشتغلوا من قبل ما اتخرج، فأنا اشتغلت في مستشفى عام كبيره من قبل ما اتخرج، ودي كانت فرصه كبيره ليا. اتعلمت كتير، اشتغلت، حبيت الشغلانه الى حد ما، واتخرجت منه في الدور الثاني، يعني سقطت وعدت اتخرجت في الدور الثاني. بس اشتغلت، كنت بشتغل في بنك الدم في مستشفى كبيره زي ما قلت في اسكندريه، وكان بيبقى عليا واجبات كتير وانا عندي 19 سنه. يعني كان بنك الدم دوت كان انا اللي بسوق فيه، انا اللي بصرف الدم للمرضى، وانا اللي بقول للمريض ده ينفع ياخد كيس الدم دوت او لا. المهم يعني كانت شغلانه الى حد ما ممتعه، بس طبعا كان في ضغوطات عليا، انتوا عارفين الشغل الحكومي بقى والكلاكيع اللي فيه. اثناء كده قررت ان انا بالفلوس اللي انا بشتغل بيها ان انا ادرس واطور من نفسي يعني في الدراسه.
فدخلت جامعه خاصه طبعا مساعده اهلي، لان طبعا الفلوس ما كانتش هتكفي ان انا اصرف كل حاجه من جيبي في الجامعه الخاصه. دخلتها كان جامعه فاروس قسم علاج طبيعي. كان الموضوع دوت جميل جدا لان كان التعليم في جامعه فاروس مختلف جدا عن التعليم في معهد فني صحي. معهد فني صحي كنت حاسس ان الدكاتره رخمين وبيعاملونا معامله وحشه، ومفيش تعليم قد كده. فكنت بروح ادرس في الكليه الصبح، كنت بروح اشتغل في المعمل او في المستشفى اللي انا كنت فيها بعد الظهر. طبعا في المستشفى ما كانش في حد اصلا عارف ان انا بدرس، لان انا لو قلت لهم ان انا بدرس هترفض اوتوماتيك، لان كان لازم من الشروط ان الواحد يبقى متفرغ. طب ما بتشتغلش بالنهار ليه؟ بشتغل في مكان تاني. فكانت الدنيا ماشيه على كده. الموضوع ده انا ما كنتش بعمله لوحدي، كان عبد الله برده معايا وكنا بنعمل كل حاجه سوا. كان بيدرس برده معايا علاج طبيعي، وقبلها كان معايا في معهد فني صحي، فكان بنسند بعض يعني الى حد ما. بعد كده لما كنت في الكليه والدراسه مشت، كان الموضوع لحد ما صعب بس كان منظم، وانا كنت مبسوط باللي انا بعمله، ان انا بشتغل وبروح الكليه. وكمان في الكليه انا كنت من اشطر الناس، وطلعت الحمد لله من الاوائل انا وعبد الله، خصوصا عبد الله كان طالع التالت، انا كنت طالع في رقم كده بس مش مشكله. المهم انا كنت طالع من الاوائل. اثناء كده بقى بدات تيجي في دماغنا اللي هي البيج ايديا وفكرتنا الكبيره، ان احنا عايزين ما نبقوش ناس عاديه، عايزين ندخل في حاجه ما حدش عملها قبل كده. فايه اللي لقيناه قدامنا؟ لقينا قدامنا اللي احنا ممكن نسافر المانيا وندرس وفي نفس الوقت نصرف على نفسنا. نفس الفكره ان احنا نشتغل ونصرف على نفسنا، فليه لا؟ فبدأنا ندور على الكورسات والتقديم وكده. ما كانش في جروبس للتقديم، ما كانش في اي معلومات تقريبا عن السفر لالمانيا. بدأنا احنا ندور بنفسنا ونسأل من المصادر. لقينا اللي معهد جوتا احسن مكان يدرس فيه الماني. رحنا معهد جوتا، لقينا الاسعار فيه تخض، وطبعا بالنسبه لدلوقتي ما تخضش خالص، بس كانت في الوقت ده الكلام ده 2014 شهر 6 تقريبا 2014، كنا عايزين نتعلم ألماني بأي طريقة، فكنا بنتشقلب عشان نجيب الفلوس إن احنا نتعلم ألماني. وطبعا ما أقدرش أنكر أهلنا ومساعدتهم لنا في الحتة دي. فبدأنا نتعلم ألماني، بقى عندنا بقى الألماني، وبقى عندنا شغل، وبقى عندنا كمان الجامعة. ثلاث حاجات دول مع بعض، ودول ثلاث حاجات لو الواحد حسبهم بالمنطق كده مفيش وقت إنك تعمل الثلاث حاجات في نفس الوقت. كلية عملية لازم تحضر فيها، وشغل طبعا لازم تحضر عشان تجيب فلوس، والكورس اللغه اللي ما بيرحمش اللي انت لازم تدفع ولازم تحضر ولازم تتعلم عشان تعدي. الحمد لله برضو عدت، تعلمنا الماني وقدمنا في الكليه، بس ما وقفناش برضو، اشتغلنا في اماكن تانية. عبد الله اشتغل في معامل كبيره وانا اشتغلت في معامل كبيره، وحافظنا على دخلنا. انا ما اشتغلتش بقى ايه في معامل بس، لان كمان المصاريف كانت اعلى بكتير. اشتغلت اديت كورسات لزمايلي في الكليه، واشتغلت مدرس فرنساوي، واشتغلت كل حاجه ممكن الواحد يقدر يشتغلها، عشان كان الفتره دي لازم الواحد يركز على الفلوس زي ما هو بيركز على اللي هو بيتعلمه. فكانت صعبه شويه لحد ما. انا بقول لكم ليه الكلام اللي قلته طول اليوم النهارده، وبقول لكم ليه عن تجربتي يعني مع الثانويه العامه والتقديم والسفر، عشان عايزكم ان تفهموا ان الثانويه العامه مش نهايه كل حاجه. الواحد ممكن يفشل ويقع بس يحاول لحد لما يوصل للهدف اللي هو عايزه. واستنى اوريكم كل الكارنيهات بتاعت الجامعات اللي انا دخلتها. ده اول حاجه، ده الكارنيه بتاع النقابه، بتاع نقابه المعاهد الفنيه الصحيه. بعد ما اتخرجت اخدته طبعا، مكتوب بتاريخ 2014 اهوت. بعد كده دخلت جامعة فاروس، الكارنيه بتاعي بتاع جامعة فاروس اهوت. مش عارف ده الكارنيه الاخير ولا لا، لان هو كان كذا كارنيه بس ده اللي معايا لحد دلوقتي. وبعد لما جيت بقى اكمل لكم القصه، بدات اكمل الالماني هنا، لان انا كنت واخد لحد البي 1 بس في مصر. كملت الالماني وواجهتني شويه صعوبات فيه، لان انا ما كنتش مظبط اموري، كنت بشتغل وكده، اتاخرت شويه فيه. وبعد كده دخلت عشان الاقامه وكده، دخلت جامعة هنا هوت، يمكن في ناس منكم يعرفوا. دخلت جامعة اسمها التي ها ام، دي زي جامعة هنا هوت، جامعة تقنية للهندسة وكده، كنت هدرس فيها هندسة طبية. ده الكارنيه بتاعها. دخلتها علشان اقامتي ما تضيعش واقدر اكمل في البلد لحد ما اوصل اللي انا عايزه. وفي الاخر خالص، وهو ده اللي انا فيه دلوقتي، ده جامعة لوبك. اخر كان هو منهار شويه عشان محطوط في المحفظه، بس ده باخده كل ترم
ترم قرب يخلص اهوت، هبقى اجيب واحد جديد. ليه الجامعة اللي انا فيها دلوقتي اقدر اقول مبسوط ولا لا في الجامعة؟ الى حد ما الحمد لله مبسوط. طبعا مستواه مش زي مستواي وانا كنت في مصر، لان هنا انا ورايا ضغوطات كتير، وكمان الدراسة بالالماني وكده، فمش هقدر اقول المستوى زي ما كان في مستواي في جامعة فارس في مصر، بس العملية الحمد لله ماشية ودعولي كده في الامتحانات. الكلام بقى ان انا بقالي 7 سنين دلوقتي مخلص ثانوية عامة ولسه في سنة أولى كلية، هل ده مضايقني في حاجة؟ هو ممكن يضايق، بس أنا عن نفسي مش ندمان على أي حاجة عملتها، لأن أنا مشيت في الطريق اللي أنا عايزه. أنا دلوقتي واحد بيقدر يصرف على نفسه، فاتح بيته بقاله داخل 3 سنين أهوت، بصرف على نفسي، بروح كليتي، أنا أضرب مصلحتي، مفيش رقيب قد كده لأن أهلي في مصر، فلازم أكون متحمل المسؤولية أكتر بكتير مما كنت في مصر. فلازم أنت لما تكون نقلت المكان جديد فمتحمل مسؤوليته، وده على طول المشوار انت متحمل مسؤولية كل حاجة انت بتعملها. فزي ما انا بقول لكم، الوقت مش مهم، المهم الواحد يوصل للي هو عايزه. وصلت له في سنة، وصلت له في 7، المهم توصل للي انت عايزه. يمكن الفلوج ممكن يكون قصير شوية النهاردة، بس هو ده والله اللي قدرت اعمله، وان شاء الله هعمل لكم فلوجز اكتر. ولو عايزين اي اسئلة في اللي انا عملته في لحد دلوقتي ممكن تسألوني في الكومنتات تحت، وطبعا ما تنسوش السبسكرايب والشير لو عجبكم الفيديو، واللايكات بقى، وظبطولي وقولولي ايه رأيكم في الفلوج. اشوفكم ان شاء الله قريب. السلام عليكم.